إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. استحسن رولاني موكوينا مدرب ماميلودي سانزانس الجنوب أفريقي أداء لاعبيه بالرغم من خسارتهم أمام الوداد، مشددا أن الهدف الذي سجله في مرمى الوداد سيكون حاسما في مباراة الإياب بينهما الأحد المقبل. وفي تصريحات له بعد مواجهة الوداد، عبر رولاني موكوينا مدرب فريق ماميلودي سانزانس عن ارتياحه لأداء فريقه، مضيفا أهني الوداد على هذا الفوز، كما أهني لاعبي فريقي أيضا على المستوى الذي أبانوا عليها خاصة في شوط المباراة الثاني. وتابع: بذلنا مجهود كبير في المباراة وحصلنا على ركلة جزاء، لكن بعد دقائق قليلة تلقينا هدف بسبب خطأ، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكن كانت هناك تفاصيل لعبت ضدنا. وقال: يجب علينا التركيز على الجوانب الإيجابية، لقد أظهرنا قوتنا الذهنية أمام جمهور ساند فريقه بقوة طيلة المباراة. تمكننا أيضا من تسجيل هدف ثمين في انتظار مباراة الإياب. وأضاف: فجأتني الجماهير الودادية بعد أن رحبت بنا طويلا وصفقوا للاعبينا، حقا لم أكن أنتظر منهم ذلك، وأنا أعتز كثيرا بهذه الخطوة الراقية. وتجرى مباراة الإياب من النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بين الوداد وماميلودي سانزانس الأحد المقبل ببريتوريا في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت المغرب. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.